التقى وزير المياه والصرف الصحي الصديق عبد الكريم حجار والوفد المرافق له التقوا بالمسؤولين السودانيين، وقد تباحث طرفان حول مختلف القضايا المتعلقة بتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات المياه المختلفة. جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها الوزير والوفد المرافق له للعاصمة السودانية الخرطوم. آدم حسن البكاي. استجابة لدعوة وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية، تأتي زيارة بعثة وزير المياه والتطهير والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار إلى دولة السودان الشقيقة بهدف التوقيع على مذكرة تفاهم لتبادل التقنيات والفنيات بين البلدين في مجال المياه. مذكرة التفاهم هذه تهيئ الاستفادة من الخبرات السودانية في مجال المياه الجوفية، بما في ذلك إعداد الوثائق الفنية وحفر الآبار وإنشاء السدود وتركيب صهاريج وخزانات المياه في المناطق الريفية، فضلا عن طرق الدراسات الجيوفيزيائية وهيدروجيولوجية. وبعد التوقيع على وثيقة الاتفاقية، رحب الوزير السوداني للموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى عبد الله بمبادرة التعاون فيما بين بلدان جنوب جنوب، مؤكدا استعداد وزارته على دعم البلاد وخاصة وزارة المياه والتطهير والصرف الصحي في رؤيتها لتعبئة الموارد المائية، وأن هذا الاتفاق له أهمية كبيرة في تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. وزير المياه والتطهير والصرف الصحي صديق عبد الكريم حجار أشار في خطابه إلى أن وزارته ترمي لتحقيق معدل الحصول على المياه الصالحة للشرب بنسبة 83%، وأن هذا هو السبب في اعتماد تجربة السودان للاستفادة من خبراتها في مجال المياه. وعلى هامش زيارته، قام وزير المياه والتطهير صديق عبد الكريم حجار بعقد اجتماع مع المدير العام للبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا المعروف اختصارا ببيديا. كما سجل الوزير زيارة ميدانية لبعض السدود، ومنها السد ذو سعة 9 مليون متر مكعب ومحطة مياه الشرب الشمسية.